طلبة الأعزاء، نقل معكم الوسائل التقليدية اللي من ضمنها أيضا اللوحة الأخبارية، واللي يقصد بيها هي اللوحة اللي لها تسمينات عدة طبعا، منها لوحة النشاط أو لوحة الحائط أو ما تسمى أيضا لوحة المعلومات. تتميز هاي اللوحة أنه ممكن أنه نستخدمها داخل غرفة الصف أو خارجها بالممرات أو قاعات معينة. هذه اللوحة عبارة عن لوحة خشبي مضغوط أو من الكرتون المقوى ممكن تصنيعها، تثبت عليها المعروضات يعني أو المعلومات على شكل قطع بدبابيس، وتكون محاطة بإطار خشبي، وتكون تتغطى بلوح من الكرتون الأبيض أو القماش. وعندنا نوعين من عدها، يا أما تكون ثابتة أو تكون متحركة. الثابتة اللي هي ذكرنا تكون داخل ممرات المدرسة أو بقاعات معينة تبقى ثابتة، أما المتحركة فيمكن أنه إحنا نغير مكانها بين الحين والآخر من مكان إلى آخر. إضافة إلى أنه هي تتميز لوحة الإخبارية بأنه طول فترة بقاء هذه المعلومات بهذه اللوحة مقارنة باللوحات الأخرى، كون هي تبقى مدة يعني فترة طويلة قد تستغرق شهر أو أكثر حسب ما موجود من معلومات ومدى تحقيق الأهداف من الرسالة الموضوعة أو من البيانات والمعلومات الموجودة داخل هذه اللوحة. إذن لها أهمية كبيرة في تحقيق التواصل والتفاعل بين الطلبة بعضهم وبين الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، إضافة إلى تفاعل الطلاب مع البيئة المحلية لما موجود من معلومات بهذه اللوحة. يربط المدرسة بخارجها لأنه توظف ما موجود بالخارج المدرسة من أخبار وأحداث ممكن نوظفها داخل هذه السبورة، وأيضا ممكن إذا استغلت بشكل جيد تنمي عندنا بعض أنواع الاتجاهات كالتعاون والشعور بالانتماء وتحمل المسؤولية. هذه كلها ممكن نقدر نحصلها من وسيلة تعليمية اللي هي لوحة الإخبارية. أيضا تتضمن اللوحة الإخبارية عدة مجالات، ممكن أن تكون يعني تحتوي على موضوعات تثير انتباه الطلاب واللي ما ممكن المنهج يغطيها، إضافة إلى أنه هي تستخدم لنا الأخبار المحلية أو أخبار الساعة اللي لها علاقة بالمناهج أو ممكن الأحداث الجارية كأخبار علمية أو اكتشافات أخبار رياضية، وأيضا ممكن استخدامها كلوحة لتحديد مواعيد الامتحانات، الاستزادة بالمعلومات حول موضوع معين قد يكون الطلبة لهم رغبة بمعرفة أكثر عن هذا الموضوع، ويمكن عدها كمجلة للحائط لأن هي تشمل كثير من المواضيع قد تكون ثقافية أو ترفيهية، أو ممكن استخدامها من قبل إدارة المدرسة كلوحة شرف يعني يعرض بها أسماء الطلبة المتميزين أو صورهم أو نتاجاتهم الأدبية والفنية، ممكن أيضا تغطيها هذا النوع من اللوحات. النوع الآخر من اللوحات هي اللوحة الوبرية. اللوحة الوبرية المقصود بها أحد أنواع أيضا الوسائل التعليمية أو اللوحات اللي تكون مصنوعة من القماش وتعتبر كوسيط وسيط يعني أو وسيلة العفو بصرية، ما تعتبر هي وسيط تعليمي وإنما هي تعتبر أداة لعرض برنامج تعليمي، واللي أيضا تستخدم بها يعني قماش معين يوضع على لوح خشبي أو على كارتون سميك، وهذا القماش أهم ما يميزه أنه لازم يكون يعني وبري كالتشوخ والقسطور، ويلصق هذا القماش على لوح صلب
والسطح اللي هو يحتوي على الوبر يكون إلى الأعلى لسهولة لصق الصور أو المواد على هذا النوع من اللوحات. مزاياها: أهم ما يميز اللوحة الوبرية أنه هي سهلة الاستخدام، ما نستخدم مواد إضافية يعني صمغ أو ما شابه، وإنما عبارة عن دبابيس تثبت المواد التعليمية على شكل دبابيس، وكذلك ممكن أن احنا نحضر هاي المادة التعليمية وممكن نغير بيها، نحرك جزء منها، نعدل عليها، وتعتبر هذه اللوحة بسيطة جدا وسهلة الاستخدام ورخيصة، ممكن إعدادها من قبل أيضا المعلم أو الطلبة، وتعرف بها العديد من الموضوعات التعليمية بأي مجال أو أي موضوع يرغب به المعلمين، وممكن أيضا يستخدمها الطالب والمعلم. عندنا نوع آخر من اللوحات هي لوحة العرض. لوحة العرض أيضا لوحة مصنوعة من الفلين أو الخشب أو النشارة أو القماش، وتعرض عليها معلومات وأشكال وصور وبوسترات وإعلانات، وأيضا هذا النوع من اللوحات تكون ثابتة، يعني تختلف عن اللوحات الأخرى، ممكن تثبيتها بمكان معين، المكان اللي يجذب انتباه الطلاب، وممكن أنه يمرون من أمامه ويطلعون على هذه الإعلانات. يعني أهم ما موجود بهذه اللوحة أنه لازم الشخص اللي عندها ياخذ بنظر الاعتبار استخدام البطاقات الملونة اللي تجذب الانتباه والإثارة لدى الطلاب، وكذلك تغيير التصميم بين فترة وأخرى حتى لا يصيب الطلبة الملل، ويعني تغيير المواضيع أيضا. أهم ما يميز لوحة العرض أنه هي تبسط المعلومات من خلال عرضها بطريقة شيقة، إضافة إلى أنه هي تنظم الأنشطة وتوصل الملاحظات من الإدارة إلى الطلاب والمعلمين، وكذلك أيضا نقدر نستغلها بأحداث الساعة أو ربطهم بما يجري حولهم من الأمور أو الأحداث الجارية، وكذلك تشجع روح الجماعة وتنمي روح البحث وتقصي الحقائق لديهم. لوحة الجيوب. لوحة الجيوب أيضا من الوسائل التعليمية البسيطة واللي ممكن أي شخص يصنعها، لأنه إعدادها سهل وبسيط، وهي عبارة عن لوحة مقسمة أيضا من القماش، ممكن نصنعها من القماش، تكون مقسمة على شكل جيوب أفقية ورأسية أو عمودية، توضع بها بطاقات، هاي البطاقات ورقية أو صور، وتحتوي على ألفاظ أو جمل مفيدة، ويتم ترتيبها لتكوين فكرة معينة. أكثر ما تستخدم طبعا هذا النوع من اللوحات مثلا برياض الأطفال أو بمرحلة الأول الابتدائي، يعلموهم أنهم كيف يربطون الحروف، مثلا دادا بابا ماما، هذه الكلمات اللي ترتبط على شكل مقطع مقطع وتكون لي جملة مفيدة، وأيضا يتحكم المعلم بتغيير هذه البطاقات حسب استجابة الطلبة. أهم ما يميزها قلنا أنه هي مرنة، موادها سهلة، ممكن صناعتها، يعني غير مكلفة، ما تتطلب جهد بإنتاجها، ممكن يعدها الطالب أو المعلم، وسهولة استخدامها وصيانتها. كذلك ممكن أن احنا نوازن بالعرض البطاقات حتى تكون واضحة ومفهومة بالنسبة للطلبة. نعم، هذه بما يخص لوحة الجيوب. عندنا وسيلة تعليمية أخرى اللي هي الرسوم. الرسوم طبعا تعد من أقدم الوسائل البصرية التعبيرية اللي وجدت يعني من قديم الزمان، وجدت بالكهوف، وكانت هي الوسيلة اللي تنقل فكرة معينة أو موضوع معين للمقابل. يعني يكفي إن احنا مجرد ما نشوف رسم
مباشرة نقدر نفهم شنو المقصود بهذا الرسم من خلال الشكل اللي هو الموجود بدون حتى استخدام الكتابة. إذن هو يوضح فكرة علمية معدن مسبقا وفق متطلبات المادة العلمية. أنواعها عندنا كثير أنواع من الرسوم، أكو رسوم توضيحية، وعندنا الرسوم الكاريكاتيرية والرسوم الهندسية والبيانية، وكل واحدة بيهم لها خصائص معينة وتستخدم بدروس معينة أو بأماكن معينة. مثلا الرسوم التوضيحية اللي هي أغلبها تكون لتوضيح مفهوم معين أو حقيقة معينة موجودة، مثلا الخسوف والكسوف، الرياح، توزيع اليابس أو الماء وهكذا. أما بالنسبة للرسوم الكاريكاتيرية فهي تعتبر أيضا مخططات ترسم بشكل بفكرة معينة لكن تكون بأسلوب ساخر. وكثير من هذه الرسوم موجودة ومنتشرة بشكل كبير، سواء كانت في الكتاب المدرسي أو بنشرات معينة أو بالتلفاز أو بالمجلات وهكذا. الرسوم الهندسية اللي هي أشكال هندسية كالمثلثات والمربعات. أما الرسوم البيانية فتعتبر وسيلة بصرية مثل الأعمدة البيانية والدوائر والصور البيانية وهكذا. مميزات الرسوم، أهم ما يميز الرسوم أنه هي تنقلنا الحياة بواقعيتها، يعني الصورة هي تنقل ما موجود بالطبيعة، ممكن يعني أنه احنا سهولة الحصول عليها أيضا من مميزاتها، إعدادها يكون سهل، استخدامها سهل والمحافظة عليها. كذلك ممكن أنه هي تفيد بإدراك المثير من المعلومات، يعني دون الحاجة إلى قراءة التفاصيل، يعني ندرك معنى الصورة أو الرسم، عفوا الرسوم، من خلال شكلها دون اللجوء إلى التفصيلات أو قراءة التعليق أسفلها. نوع آخر من الوسائل التعليمية اللي هي الخرائط. الخرائط عبارة عن أيضا ألواح أو لوحة قد تكون مصنوعة من القماش أو من الكارتون النوعية الجيدة أو من البلاستيك، يصنع منها هذا النوع من الوسائل التعليمية، واللي تكون على شكل مسطح أو تكون على شكل بارز، واللي هي تنطينا صورة تمثل الواقع، مثلا جزء من الكرة الأرضية أو مكان معين، وموجود عليها عدد من الأشكال والرسوم والرموز اللي تفسرها. وعندنا أصناف من عندها، قد تصنف الخرائط على أساس محتواها أو الرموز اللي فيها أو على أساس طريقة استعمالها أو على أساس المساحة اللي تغطيها. أهمية الخرائط بالعملية التعليمية لها أهمية كبيرة جدا. ليش؟ لأن تعتبر لغة يعني مثل أي لغة من اللغات الأخرى، تختصر لك المعلومات والبيانات من خلال يعني شكل واحد، تجذب انتباه الطلاب من خلال ألوانها وتنمي عند التخيل، تخيل الواقع، إضافة إلى أنه هي تسجل معلومات وجمعها بمكان واحد أمام المتعلمين، مما يساعد على يعني أو تنمي لديهم تنمي لديهم الذاكرة، وتسهل فهم العديد من العلاقات اللي لا يمكن للمتعلمين إدراكها باستعمال وسائل تعليمية أخرى، إضافة إلى أنه هي الخريطة ممكن نستفاد منها في حياتنا اليومية، وأيضا تساهم في عملية التواصل التربوي بين أطراف العملية التعليمية التعلمية. معايير استخدامها يجب أن تكون مناسبة من حيث العرض وغير مكتظة بالمعلومات، يعني يفضل استخدام الخريطة لهدف معين أو محدد، مثلا خريطة التضاريس تكون خلاص محددة لإبراز تضاريس معينة، أو
خريطة توزيع السكان تكون توزيع السكان وهكذا، ولازم تكون مراعية للشروط الفنية من إنتاجها كنوعية واللون والخط وجودة الورق أو القماش. التوازن قلنا أنه ما تكون مكتظة بالمعلومات والرموز اللي يصعب تفسيرها من قبل الطلبة. مكان العرض مهم جداً، لازم يكون حجم الخريطة يتناسب مع عدد الدارسين أو الطلاب وأماكن جلوسهم، كذلك لابد أن تكون من